نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المشاهدين في كل مكان. حبيكم، صباحكم خير وصباحكم محبة وصباحكم جمال. تحية لكل اللي بيشاهدونا خارج وداخل ربوع السودان، من قناة الشروق وأكثر خصوصية من كل كادر برنامج صباح الشروق. تحيتنا لهذا الصباح اللي خلتني أبتدي معاكم هذه الحلقة، ويعني أقول لكل المشاهدين تحية خاصة جدا جدا للأمهات، تحية لكل أم، تحية لكل يعني شمعة تحترق في كل يوم لتضيء من حولها، لتضيء طريق لأبنائها وللمجتمع يعني بشكل كامل. تحية لأهل التضحيات، تحية لأهل الشجاعة، تحية للي بيتحملوا أكبر ألم في العالم كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا يعني إذا أردنا أن نسأل عن الموت ألم الموت نسأل الأمهات. تحية خاصة جدا أيضا لزميلتي إيمان، صباح الخير وكل سنة وأنت طيبة. صباح النور يا علي. يعني يبدأ يومه بحاجة لها علاقة بعوامل جديدة، وأيا كان نحن في مجالنا كمقدمات أو كمبيعين بشكل عام، في حاجات فعلا بنص الإنسان يمكن ما يقدر، عشان كده حقيقة ما قدرت يمكن أفتتح الحلقة. لكن شكرا لك، التحية لكل الأمهات، صباحكم خير ومحبة ومعزة ومودة ورحمة. ويمكن الكلمات اللي احنا بنبدأ بها دائما هي تعتبر كلمات أمومية بحتة، بتعبر عن الأمهات وبتعبر عن المحبة وبتعبر عن المودة والعطاء والتضحية والحنان وقصص كثيرة جدا. يعني أنا أفتكر إذا إحنا يعني خصصنا مساحات في كل القنوات، في كل برامج نتكلم عن الأم، حقيقة متأكدة كل واحدة هتختلف عن الثانية، لأن الكلام لا ينتهي. فهو دفق يعني عظيم ودفق جميل. بحيي كل الأمهات، أقول لهم إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبات. ودائما الحديث عن الأمهات السودانيات، ما نحن بنقول في اليوم ده بس علشان احنا في اليوم، احنا بنحتفل كل يوم. الأم هي كثير جدا للمحبة، وهي بالتأكيد اللي بتساعدنا علشان لما نكون أمهات للمستقبل بيكون عندنا أيضا نفس الحنان اللي احنا أخذنا منهم، ونحن لما جبنا أولادنا الآن أصبحنا أيضا نملكهم كل هذه الصفات الجميلة. والداتي الاثنين أقول لهم إن شاء الله يعني كلنا وأنت ربنا يديك صحة عافية، وكل الأمهات، ونترحم على كل أم غالية قدمت يعني، وهي الآن تعتبر ذكرى طفولة وعطر فواح يملأ المنزل وإن غابت. أتمنى إن شاء الله كل سعادة وكل الحنان لكل المشاهدين والمشاهدات. بإذن الله، تحية جميلة لك إيمان، وتحية تهديها لكل المشاهدين. يا أغلى مني يا حبيبتي يا أمي، ولك الصباح نهديه لكل من يتابعونا. يا واحد في دربي، يا راحة في قلبي، يا دخري يا حبي، يا حبيبتي يا أمي، يا أغلى من دمي، يا حبيبتي يا أمي. يا
مرة تانية ما عارفة ممكن لا لا يعني بالضبط كده يعني العبرة يعني واضحة في صوتك يعني هو الإحساس ما هي الأمومة دي إحساس لا يحتمل المزايدة يعني إحساس موجود في قلب كله أنا كمان بفتكر إنه ما في قلب كله أي إمرأة هي أم حتى لربنا ما رزقهم بالأطفال صحيح وإذا نظرنا في حياتهم نكتشف إن كل حنان الأمومة صحيح يعني ربنا ما يعني ما قدر انه يكون عندها اطفال عشان توهيمهم له وهبته لكل من حولها ويعني عاشت معهم احساس الامومه مع الجيران ومع اولاد الاخت ومع اولاد الاخ ويعني كانت الام وكانت الراعيه وكانت الحنينه انا ذات فكره الانجاب والحمل هو اعجاز عظيم جدا جدا انه روح تتكون في داخل الروح لكن يمكن عشان ابنة يعني على هذه الحقيقه حول انه يمكن يعني نظرتنا لها بشكل إعجابي خفت شوية ولكن هو شيء عظيم جدا جدا إنه يعني داخل هذه الروح هي تحتوي روح جديدة وتغذيها من لحمها فتحية لكل تحية لك الله يخليك يا ربي ده والله ده كلام جميل وما هنقعد نسر التحايا كثيرة ولكن هي ليه ما نأخذها بالفهم الجميل اللي قاله علي ده بإنه الإعجاز ده نتفكر فيه ونتدبر في عيد الأم يعني ونقدر نقدر أماتنا أكثر وخلوني أدي تحية خاصة كمان لأمهات ممكن المسألة تكون بالنسبة لهم بالنسبة لنا كمجتمع الأمهات في الدار العاجزة نحن العكس هو فعلا أدوا من حياتهم ونحن بدورنا بعدها إنه نحن نمشي نديهم زي ما عندنا أماتنا في البيت تستاهل والله نتمنى الليلة يكون يوم كده يعني يعوج بالناس بالبنات بالشباب بالأطفال الصغار علشان نفهم قيمة الكبير والكبير في حياتنا التحية لهم للأمهات ديل ورغم الغصة ممكن تكون بتصحبهم لكن في الآخر يظل الأمهات حبيبات هي ضد التضحيات
احنا ممكن نقول جزء من التطبيق اللي احنا بينهم. الرجل ايضا يشاركنا يعني ما اقول بس الامهات يقول لك ليه بتعيد الام، الرجال ايضا يعني شاركونا بمحبتهم بمودتهم وبعطفهم وباعياد ميلادهم. حمزه خليفه دخل بس مخرجنا كل سنه وانت طيب. الليله يعني انا افكر انه هو ممكن نعمل معاه لقاء بانه ميلاد الليله ويشارك في قيمه عظيمه جدا يعني صحيح. اللي هي عيد الام، كل سنه وانت طيب وكل سنه وكل الناس الموجودين في هذا اليوم. الحاجه يعني ما في زول يعني ما في زول حينسى عيد ميلادك يعني مع كيف تعيد الام كده تحت تلقى روحك داخل في القصه. والله يا ام جيد يا اخي. والله يا اخي يا حاج ملوكنا لوغا صحيح مع عيد الام. طيب احنا كمان عايزين نقول انه المراه هي خط الدفاع الاول، ليه مشكله ممكن تواجه الاسره حتى لو على الصعيد الاقتصادي. بنقدر اول من يتاثر واول من يتحرك في ايجاد الحلول من خلال المشاريع اللي ممكن تدخل فيها صحيح. من خلال الادوار اللي بتشوفها. وحسي حاليا بنشوف المراه بقت موجوده يعني فاتحه بزنس، هي التاجره، هي اللي بتساهم في الاقتصاد بشكل كبير حتى على مستوى ادوار قياديه. ولكن نتكلم على ادوار المراه فيما يلي ايضا يعني يعني مشاريع الاسره اللي بتستهدف الاسره يعني. بالضبط، وهو ده الفقره اللي نبدا بها ونبتدر بها ان شاء الله هذه الحلقه. نتحدث عن يعني خلينا نقول حاضنات الاعمال والتمويل الاصغر، يعني مفهوم جديد او اسم جديد صحيح. فخلينا نبدا نتعرف على هذا الموضوع ونعرف الفهم شنو بجد هو بيخدم شريحه كبيره من المجتمع كيف نحن ما يكون يعني لمثل هذه التمويل. يعني سعيدين انه يكون معنا في هذه الفقره الاستاذ ميسر عثمان مدير الاسره فرع ابو حليمه. اهلا ومرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بكم وصباح جميل. وفي الحقيقه ده مدخل جميل جدا انه الواحد صادف يتكلم عن منك الاسره في احتفاليه بالام. ومن هنا انا بوجه لكل الامهات يعني تحيه خاصه باعتبار انه بنك الاسره ذاته الاسم صحيح. الام هو لبنه اساسيه في الاسره دي صحيح. فما قال الاستاذ علي هي تقريبا في خط النار الاول. نحن باعتبار اننا مؤسسه بنكافح في الفقر، المراه من خلال تجربتنا هي في المواجهه الاولى للفقر صحيح. يعني انا ما داير اقلل من قيمه الرجل، لكن بنسمع من يعني في الاسره الرجل هو اللي بيهرب، لكن المرأة هي اللي بتكافح وهي اللي بتواجه بالمناسبة يعني قسوة الحياة وقسوة الفقر. ومن هنا أنا بحيي كل الأمهات في السودان وحبوباتنا وبقدم تحية خاصة في قناة الشروق. في الحقيقة الكلام عن الأم صحيح. الله يجزاك الله خير ان شاء الله، تحية لهم جميعا. أكيد بنك الأسرة يعني الاسم نفسه فعلا هو داعم وجاذب ومطمئن، خلينا نقول يعني زي اي اسم اخر. يعني اكيد التحايا والتقدير والاحترام لكل البنوك، لكن نوعا ما فيه نوع من الدفء والاستقرار النفسي، فهي اللي ممكن الناس لو بتفكر ان تفكر انها تمشي نحو هذا البنك. يعني فيبقى انه الحديث في الاول خلينا نتكلم عن بنك الاسره بشكل عام باعتباره انه بدايه نشاته والحاجات اللي فعلا هو قدمها لشركه لهذه الاسره. الحقيقة بنك الأسرة يعني جاء كتراكم تجريبي ومعرفي طويل لتجربة التمويل الأصغر في السودان اللي هي بدأت بشكل واضح في العام 2000 وبدأت كساسة واستراتيجية للدولة بعد تأسيس وحدة التمويل الأصغر في بنك السودان. من هنا بدأت المبادرة بأيادي سودانية وطنية خالصة لإنشاء مؤسسة متخصصة في التمويل الأصغر. فكان بنك الأسرة في عام 2008 وبدأ بداية مستصحب معه كل التجارب التاريخية اللي قلتها لك اللي هي تجارب في السودان اللي هي بدأت كمفاهيم من تمويل المزارعين أو صغار المزارعين في البنك الزراعي وتمويل المهن الحرفية. هي ما كان بمسميات التمويل الأصغر، لكن بنك الأسرة أول رائدة متخصصة في التمويل الأصغر تم في المبادرة الوطنية دي وبدت انطلق
بريفي يصل للمستهدفين حقيقيا من خدمات التمويل الأصغر. نعم. طيب نقطة مهمة اللي أنت ذكرتها الآن، وحتى خلينا نقول إنه إذا تحدثنا عن المرأة وعن الأسرة السودانية، في كل منطقة من مناطق السودان بتواجه تحدي محدد، تحديدا إذا يعني تناولنا الولايات والمناطق المرت بنزاعات وبحروب وبعض الاضطرابات الأمنية، تكون فيها الحوجة الاقتصادية أكبر لمشاريع تستهدف المجتمع وفق مقومات المجتمع ومقومات المنطقة وموارده، يعني المشاريع اللي ممكن تطبق في ولايات شمال السودان غير ولايات شرق السودان وغيرها. فحدثنا عن هذه الخصوصية وكيف قادر بنك الأسرة من خلال هذه الأدرع والفروع المختلفة يعني يلاقي التباين في ولايات السودان المختلفة من خلال المشاريع المقدمة. طبعا الـ 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 خدمة التمويل اصلا في فلسفته موجهه للمستبعدين من الخدمات الماليه الرسميه. نعم. فالولايات السودان طبعا هي كل ولايه عندها ميزه. صحيح. يعني في ولايات تلقى ميزه زراعيه. نعم. ولايات ميزه تجاريه وصناعيه. صحيح. فالمفهوم المستبعدين، كلامك عن المناطق اللي فيها نزاعات ومشاكل دي، ده بيقودنا للمفهوم المعرفي للمستبعدين من الخدمات الماليه الرسميه. بعدين انا دائما بتكلم عنهم انه النوعين، مستبعدين لعوامل خارجيه اللي هي ممكن تكون جغرافيه واجتماعيه زي النزاعات والمناطق، وفي ناس مستبعدين ذاتيا، يعني دي الموجودين قد يكونوا معانا في الخرطوم في المدن الكبيره اللي هي دي لاسباب ممكن تسميها بهاب الجنوب والاسباب الذاتيه للاستبعاد، بهاب التعامل المصري او اسباب مثلا عقائديه، ممكن يجي يقول لك يا اخي والله انا سمعت انه تعامل مع حرام. نعم. ففي ناس بيستبعدوا نفسهم. أيوة. من الحصول على الفرص والخدمات المصرفيه. بالنسبه للخصوصيه بتاعت المناطق، بنك الاسره واحده من فلسفاته اصلا حتى بيدرب العاملين بتاعه على الخصوصيه، يعني احنا عندنا ناس مثلا متخصصين في التمويل الزراعي، فديل بنوديهم للمناطق اللي عندها خصوصيه زراعيه. وهي تقريبا معظم ولايات السودان فيها الخدمات الخدمات الصحيه. وفي اللي هو مثلا الخصوصيه الصناعيه بنلقاها متمركزه في المدن الكبيره، ودي نحن برضه بنتعامل معاه اللي هو ضمن القطاعات. لما نيجي نتكلم عن قطاعات، القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، اللي هو نحن بنصنف بعد كده التمويل بتاعنا لمجموعه القطاعات الخدمات المختلفه. نعم. جميل. يبقى ده بتاعتها خلينا نقول دول اهدافها، يعني بانها يعني تجد نفسها في كل المناطق، كل الولايات، خلينا نقول في كل الاسر. يعني هل الحوجه لبنك الاسره الا الناس المحتاجين فعلا، ولا ممكن تكون بتخدم ايضا قطاعات مختلفه لتساعد في التطوير؟ يعني احنا خلينا نقول بانه الاهداف دي ممكن بالتاكيد تملك مشاريع ل خلينا نقول محدود الدخل، او الناس اللي عندهم مشاكل اصلا وما عندهم دخل. بالنسبه للناس التارين اللي حابين انه يدخلوا يستثمروا، انا اقتصاديا ما صعبه يعني، فبتلقى انه كل الناس خاصه الشباب، شريحه الشباب اللي محتاجين فعلا بانهم يعمل عمليه زياده اكسترا، يكون موظف يشتغل حاجه ثانيه او يعمل شيء. في من اهداف عمليه المساعده للناس المحتاجين او ماخذين الحوجه فعلا الاساسيه. هو تقريبا انا تقريبا بصنف كل الناس اللي بيقبلوا على التمويل هو في نوع من الاحتياج معين. ايوه. فواحده من نحن دي طبعا بعد ذاك زي ما قلنا الشرائح اللي بتستهدفها اللي بيستهدف التمويل الاصغر. اللي هو نحن من ضمن الشرائح المهنيه والحرفيه، المهنيه دي ممكن طبيب ما فغير. ايوه صح. لكن داير مثلا داير ياسس عياده. ايوه. انا عندي تجربه، كنت مدير في النيل الازرق في فرع الدمازين. جاني واحد في اللي هو في تخصصكم في الاعلام. وانا له كاميرا بتاع التصوير التلفزيوني. فانا اعتقد وجودنا بعدين اللي هو زي برضه ده نوع ما زي احنا شايفين في الشاشه الان، برضه واحده من المشاريع اللي هي عديده مثلا الصيدليات والدواجن وغير المشاريع كلها. ايوه. هو بيستهدف كل القطاعات واي زول راغب في انه لانه انا بعتقد انه يا اخواننا كل الناس القطاعات دي كويس بمختلف مسمياتها مهنيه او حرفيه، هي بينطلق منها الانتاج القاعدي بالنسبه يعني صح. يعني لو مسكنا اسواقنا دي بالمناسبه ما بتغذيها شركات، لكن بتغذيها صغار المزارعين وصغار تجي الماشيه الالبان اللي بنشربها. ايوه. بتجي منتجات بيتم تجميعها اللي هو ده
التمويل ولانه هم اصلا بيتعرضوا لمخاطر كثيره جدا، مخاطر الكوارث ومخاطر بيفقدوا رؤوس اموالهم. فالبنوك دائما بيكون او بنك الاسره او الاصغر بيكون دائما بجانبهم، يعني كل ما الزول حصل له اي اشكال يعني متابعه مستمره. والمتابعه دي بتكون لمتين، حدها متين يعني. ايوه ممكن اللي هي انا ليله جاياك محتاجه لشيء معين وما عندي برضو الفرصه بتاعت انه اكون مخططه جيده. انا ايوه ممكن يكون عندي فكره لكن ما قادر اخطط، ما عارفه انه طيب اذا انا بديت المشروع مشيت الشهر الاول كويس، الثاني الثالث بعد كده ممكن انا يحصل لي دروب يعني بياخد جدي. هل بيكون طوالي معينا بنك الاسره يساعدوا في التنميه دي؟ بالتاكيد بالتاكيد. نحن يعني حتى مرات بنقوم بدور استشاري، احنا مرات بنغير حتى مسار المشروع. يعني لما يجينا زول بيجي بقابل مدير الفرع، مدير الفرع بيكون عنده الخبره في يجي هالزول ده. يعني مثلا يجيك معلم يقول لك طلع من المعلم يقول لك مين مثلا داير ربي لي اغنى، يقول له يا اخي انت زول معرفيا زول مرتبط بالاوراق والاقلام، ممكن تعمل ممكن اعمل لك مكتبه اغنام لك. فانت بتجد الزول على اساس انه توجهه لمساره. ده بتيجي المتابعه للمشاريع دي والتطوير. يعني نحن مولنا ناس كثير جدا جدا عندهم تجربه نمط وطور. يعني نحن مولنا ترزي في فرع ابو حليمه بمكنه، هسي عنده مشغل في 10 15 مكنه. وواحده من القيم المضافه اللي بيضيف التمويل الاصغر انه يعني بيخد رواد اعلى. يعني ترزي قلت لك تبع شويه وظف معه 15 زول، يعني وظف ايادي عامله فرص دي فرص بتاعت فرص عمل كبيره جدا للعمل. نعم. طيب نتكلم كمان عن مفهوم من المفاهيم الجديده مفيده جدا جدا، هو مفهوم الحاضنات يعني ودعمكم ليها. خلينا تجربه في تطبيق نظام الحاضنات ومفهوم الحاضنات بشكل عام. طيب في الحقيقه هي الحاضنات يعني انا دا اتكلم عنها لانه فيها مفاهيم كثيره خطا. كويس. الحاضنات المفهوم الخاطئ ليها انها هي منشاه لانتاج معينه. الحاضنه يا اخوانا بمفهومها الكبير ومفهوم الجوهري والعالمي هي لانتاج رواد اعمال، ما لانتاج منتجات. يعني انا مثلا بحضن خريجين، انا ما بحضن منتجات، ما بحضن ماشيه وعشان تنتج لي لبن، لكن انا الحاضنه هي سلسله من القيم، مجموعه من الاعمال بيتم استيعاب عدد من الخريجين او عدد من رواد الاعمال بيتم احتضانهم في فتره خلال سنتين لاربع سنه عشان بعد كده انا اطلع ناس يواجهوا السوق يؤسسوا مؤسساتهم الخاصه ويبنوا شركات. الحاضنات في دول العالم برا في الصين في الولايات المتحده الامريكيه وفي المناطق دي سنويا بتطلع منها ما اقل من 100 شركه و100 مؤسسه و100 مصنع. ممتاز. فالحاضنه هي لانتاج تفريغ والاعمال وليس للمنتجات. يعني فكره عالميه. دل 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 هي فكره عالميه لكن للاسف انه نحن عندنا الحاضنات ما بتتاسس بمفاهيم خاطئه وضعيفه جدا وليل لانه الانتاج الفكري والتقني 90% فيه في الدول الكبيره بيقوم على الحاضنه. نعم. طيب الحاضنات دي خلينا نقول يعني واحده من الامور اللي احنا دايرين نتكلم عنها انه بيكون فيها اعداد برضه يعني مستهدفه، مثلا اعداد معينه انتم عندكم فيها خطه، لانه دي خلينا نقول كانها خطه طويله شويه المدى. يعني ما حاجه مثلا هتبدا آنية، هي انت قلت من سنتين لاربع سنوات، فبتحتاج لها شيء من التمويل برضه حتى بالنسبه لكم يعني من خلينا نقول السيوله، يعني بتكون على اساس انكم تساعدوا برضه في انه العمليه دي تتم. فبتكون الخطوات اللي بتتم فيها بشكل وبتستوعب اعداد قد وكم. هو البنك كتمويل بيكون شريك اساسي في الحاضنه. اها. وبيكون في شريك ثاني بالبنيه التحتيه اذا كانت ارض زراعيه او منطقه دار تتصمم فيها الحاضنه. الطرف الثالث بيكونوا المحاضنين اللي هو مثلا مجموعه من الخريجين. الحاضنه مفترض تستوعب ما بين 20 ل 100 من رواد الاعمال اذا كان خريج غير خريج. يعني انتم بتحددوا الحاضنه دي صح؟ انتم بتحددوها. طب زي المشاريع الثانيه النزول هو اللي يجي يقول عايز نحن بنحددها مع جهه عندها رغبه انها تعمل حاضنه زي جامعه. نحن عندنا تجربه في جامعه ام درمان الاسلاميه وعندنا تجربه في جامعه السودان. نعم. لحاضنات. والحاضنه بالمناسبه يعني ممكن تكون مثلا هي حاضنه صناعيه، يعني نحن عندنا حاضنه قبل كده لصناعه الطوب الاسمنتي، هي ما حاضنه بس لانتاج الانتاج الحيواني والزراعي. والزراعي صحيح. فحاضنه ممكن تضم
حتى التخصصات التكنيشن، يعني انا اعمل حاضنة للناس خريجين بتاع حاسوب وتقنيه، على سنه انا بلقي بيه الفكره الاساسيه اني افرق اطلع رواد اعمال عندهم اعمالهم الخاصه. صحيح. وده عن طريق تهيئه الجو مناسب محلوم انهم ياسسوا اعمالهم، يكونوا فكره عن البزنس وعن العمل التجاري يعني. دي فكره الحاضنه الاساسيه. نعم. انه التمويل بيدعم تاسيس البنيه التحتيه ذاتها، وفي نفس الوقت بيدعم التمويل التشغيلي. نعم. لتسيس عمل الحاضنه. نعم. بصراحه الفكره دي يمكن شويه ما واضحه. أيوة. لكل الناس، حتى المستفيدين من الشخص ما بكون عارف انه تهدف من هذه الخدمه. اذا كنا لحد يعني قبل شوي احنا بنتكلم عن انه الناس بتفتكر انه التمويل الاصغر والتمويل عموما للشخص الما موظف او المحتاج، يعني مع انه كثير من المحللين الاقتصاديين كنا موجودين معنا يفتكروا انه حل جزء من حل الازمه الاقتصادي بيتمثل في المعاناه الصغيره ودعمها، وانها تطلع بمخرجات تدعم الاقتصاد السوداني يعني. فمن الشرائح ممكن تكون مستفيده من الحاضنات يعني؟ هل بنتكلم عن الامهات، بنتكلم عن الاسر، بنتكلم عن الشباب، ولا عن مختصين في مجالات محدده؟ نحن بنتكلم عن يعني هي كل حاضنه ممكن تضم مجموعه من التخصصات مشابهه يعني ممكن تكون ثلاثيه الاضلاع، خلينا نقول مثلث اللي هو فيه الجهه الكبيره بالنسبه لكم انتم، بالنسبه للقائمه اللي هي لها علاقه بالمجموعه اللي هم هيجروا. نعم. والمستهدفين من الحاضنات ممكن يكونوا خريجين، وممكن يكون زي ما قلت لك، لكن يشترط اول حاجه انه يكون تدريبهم. يعني احنا عندنا حاضنات خشوا فيها ناس اتدربوا في اللي هو طبعا واحد من الحاجات اللي انا كنت داير اتكلم عنها، اللي هو عندنا مركز اسمه مركز رياده الاعمال بيقدم اللي هو الخدمات الغير ماليه، اللي هو ده بيقدم تدريب وتاهيل لرواد الاعمال. فمن ضروره واحده من الخطوات العلميه الاساسيه لتكوين الحاضنات انه لازم يتم تدريبهم. ممتاز. على كيف اداره، كيف حاجة ذاته يعمل دراسة جدوى، كيف يدير أعماله، كيف يكون مسوق لمنتجاته، حتى بعد ذاك بتجد خطوة داخل الحاضنة. إذا كان بالضرورة زي ما قلت لك ممكن يكون خريج، ممكن يكون زول لكن عنده طموح. صحيح. لأنه يكون نفسه يكون رائد أعمال. صحيح. عندنا رواد أعمال كثيرين جدا نحن في السودان الوطنية قد يكون هو اللي هيساعد في عملية تطوير هذه الشخصية عن طريق التدريب وعن طريق التمويل وعن طريق الإنتاج، وبالتأكيد الاستمرارية وخلق جديد في سوق العمل والمال. احنا كثير استاذ ميسر عثمان مدير بنك الأسرة فرع ابو حليمة، ونتمنى لكم جميعا التوفيق بعمل كبير، نتمنى ان شاء الله ربنا يساعدكم. مرحبا بكم، انا شاكر جدا لقناة الشروق والطاغم العامل على صباح الشروق، ومن هنا بوجه رسالة لكل الناس الحابة انها تتعامل مع بنك الأسرة وتتعامل مع التمويل الأصغر، فإما يهابوا المؤسسات المالية ما يستبعدوا نفسهم، لأن دي فرصة كبيرة جدا. ممكن نروح سريعا بالمبلغ، ممكن يكون كم سريعا؟ تقريبا كالأسرة بدأت من 1000 جنيه لغاية 50000 جنيه. نعم. أتمنى إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أنا بفتكر الآن الفكرة في الوظائف حتشيل كم نفر؟ العالم كله بيواجه تحدي في توفير الوظائف للناس اللي حابين يشتغلوا، للناس اللي حابين ينتجوا. الفكره بتكون في انه الناس توفر مشاريع خلال هذه المشاريع تدعم نفسها والاسر الموجوده فيها. بالضبط. وبالتاكيد هي دي الافكار اللي ممكن تكون افكار خلاقه. نعم. بانه نحاول نساعد مع بعض. الفكره هي دي، بانه ما دام لقينا بعض الجهات اللي فاتحه اذرعها بس انها تستقطب عدد كبير من الناس، نحاول ونمشي ونجرب، وبالتاكيد اي نجاح بيبدا بفكره بيبدا بتخطيط. ونتمنى ان شاء الله بالتاكيد الفنون من الاشياء اللي ما مخطط لها خالص. الفنون من الامور الجميله واللي بتنبع كده يعني بالفطره. فاحنا سعيدين الفقره القادمه يكون هو عباره عن تقرير مجموعه فنون الثقافه والتراث وكرمه احد المهن.
موسيقية ممثلا في الأمن العام الدكتور هاشم عبد السلام، الزميل حازم حلمي كان حضور وعد لنا تقرير القادم نتابع ومتمنع. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أين كنتم؟ تحية لكل الناس اللي بتتابعنا على برنامج صباح الشروق. نحن اليوم هنا في مدينة أم درمان من داخل اتحاد المهن الموسيقية بالتعاون مع منظمة فنون للثقافة والتراث. إذا اليوم سوف يكون هناك تدشين عدد من الكتب، كتاب لدكتور هاشم عبد السلام وكتاب ثاني لدكتور محمد سيف الدين. إذا برنامج صباح الشروق وكاميرا صباح الشروق حنتعرف أكثر على تفاصيل هذا اليوم المليء وشيق. خلونا نبدأ. الثقافة والتراث هي مجموعة بدأت من الثمانينات، يعني بداية الثمانينات زملاء جامعة منهم أنصار قاضي ومنهم بقى وزير ومنهم أنا أصبح محامي خارج البلاد وفي أمريكا وأستراليا وأوروبا. بعد مرور 40 سنة جاءوا السودان وفكروا في تقديم ما يفيد البلد في هذه الأوقات التي تؤكد أن السودان أصلا للحضارة الإنسانية والحضارة البشرية. ونعلم تماما أن الثقافة والفنون هي أصبحت القوة الناعمة في المجتمع الدولي، وبالفنون والثقافة وإبراز الجوانب المضيئة للسودان نستطيع أن نلفت أنظار العالم بحقيقة السودان وموقعه في التراث والثقافة وكل ما يهمنا الأجيال السودانية القادمة. هذه الليلة رقم 21 في اتحاد المهن الموسيقية من البرامج الثقافي للمكتبة التنفيذية 2015-17. وهذه الليلة النوعية ستتحدث عن الجانب العلمي في تدشين بعض الكتب والمؤلفات الخاصة بأعضاء الاتحاد، منهم الدكتور هاشم عبد السلام كتاب عن الاستراتيجية، والدكتور محمد آدم سليمان كتاب عن السلم الخماسي، وشخص الضعيف عن كتاب عن القراءة الموسيقية للتعليم الموسيقي. يعني ونظن أن هذه المؤلفات يعني ستلغي الضوء وتزيل كثير من البرامج أو كثير من المبهمات بالنسبة للمتخصصين في مجال الموسيقى، لأنها بتساعدنا في المحافظة على التراث وفي المحافظة على وجدانيات الشعب السوداني من خلالها نكتب ومن خلالها ندور ومن خلالها نحفظ ومن خلالها نطور الموروث السوداني بتاعنا. دكتور هاشم عبد السلام الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، الآن نحن بندشن في كتاب استراتيجي قانوني في التشريعات وكتاب عن تشريعات في تنفيذ الخطط الاستراتيجية أيضا الزميل الباحث الدكتور عادل سعد، وكتاب موسيقي عن السولفيج للبروفيسور محمد سيف الدين. أنا أفتكر ليس هناك يعني ما يتعارض ويتضارب في أن تكون كل هذه المواد وكل هذه الأشكال في قالب واحد، لأن كل أجناسة تنطلق من قاعدة ما يسمى بالفن. مشاهدينا الكرام، بتكون تم حضرنا برنامج صباح الشروق. سعدنا جدا اليوم بتواجدنا داخل اتحاد المهن الموسيقية بأم درمان، أيضا بالتعاون مع منظمة فنون للثقافة والتراث، أيضا لتدشين عدد من الكتب. شكرا لحسن المتابعة.
حازم حلمي صباح الشوق. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، والتحيه للزميل حازم حلمي، والتحيه اكيد صباح الخير. ودائما في تي سي يعني اللحظه اللي بواجه فيها كبري بيكون فيها طاقه عاليه جدا، وفيها تلخيص سريع لكل ما تم من خلال التقرير، وتحيه عبرك يا حازم عبر هذا التقرير لكل كوادر الشروق اللي دائما بيقدموا لنا اجمل المساحات والتغطيات من خلال برنامج صباح الشروق. صحيح، بالتاكيد كل التحايا والترحاب بكل يعني الجهات اللي هي بنحاول انه نبقى بسيط ما بينه وما بين المشاهد لتبليغ المعلومة وللاحتفاء والاحتفال بكثير من أمور، يعني زي ما كان في هذا المركز اللي هي مجموعة الفرق للثقافة والتراث. يبقى بالتأكيد أيضا هذه الوسائط الإعلامية تساعد في أنها تخدم يعني شرائح كثيرة جدا، والعمل الصحفي والإعلامي بالتأكيد ما أصبح هو الإذاعة والتلفزيون والصحافة، فبقت فيها تشعبات كثيرة وبقت فيها خدمات كثيرة بتساعد في تبليغ المعلومة وفي التواصل، خلق يعني تواصل ما بين كل الأمور. يبقى الحديث عن بعض المراكز الصحفية والإعلامية وفيها كثير أيضا من الإبداعات. خلينا نقول احنا سعيدين في هذه الفقرة إنه نتحدث عن يعني مركز الحاكم للخدمات الصحفية والإعلامية بصحبة ضيف داخل الاستوديو الأستاذ طارق طاور المدير العام لهذا المركز. أهلا ومرحبا كثير، صباح الخير. وأنا سعيد الصباح في الشروق. مرحبا بك، سعيدين بوجودك معنا. وخلينا نقول يعني لحد وقت قريب كان العمل الإعلامي والتغطيات الإعلامية مرتبطة دائما بالمؤسسات الإعلامية المعروفة، الأجهزة الإعلامية سواء كان راديو أو تلفزيون أو صحف، ولكن الآن انتشرت فكرة المراكز والوكالات، فإذا تعرفنا على يعني شكل المركز بشكل عام والهدف من إنشائه. جميل، أول حاجة تحية، نجدد التحية لصباح الشروق وكل المتابعين. وصراحة الحاكم هو مركز متخصص في مجال الإعلام والصحافة. من هو الحاكم؟ طبعاً قبل الحاكم هو طبعاً اسم أطلق على الأخ الكريم اللي هو صافي سالم، هو صاحب الفكرة وهو اللي كمارك شخصية بالنسبة له من اسم الحاكم. والحاكم هو زي ما قال الأخ علي إنه قبل الآن الإعلام الإلكتروني أو الإعلام الرقمي أصبح لا يعني ما في مفر منه. صحيح. طيب نحن عاوزين اضطرنا اللي هو الاعلام الالكتروني بصوره مقننه بصوره تقنيه، يعني زمان كان اللي هو الواتساب الفيس الاشياء اللي هي التواصل الاجتماعي. في كمان متخصص اخذنا اللي هو المنحة اللي هو يكون علمي ومنهجي ومهني ومنحية مهنية. نعم. تم تسجيله اللي هو في مجلس الصحافة والمطبوعات، بالاضافة لانه اسسناه تاسيس علمي بخطة مدروسة الجوانب الصحفية والإعلامية اللي هي التغطيات المباشرة، الأخبار العاجلة، ودي بيكون عندنا منصات، يعني نحن عندنا تطبيق اللي هو أبليكيشن وعندنا موقع إلكتروني من خلالهم بيتم منصات لبقية الأدوات الثانية. يعني نحن الحمد لله أمس كان التدشين في سونا وطلبت فيه هذه المنصات، ونفتكر دي يعني إضافة حقيقية صراحة للإعلام. نحن دائما بنقول ما خصما على مؤسسات الإعلام، بل بالعكس إضافة، لأنه متبعين منها جت التعاون والمشاركة وكيف بعض في إطار اللي هو إيصال نقول سيادة الدولة أول شيء كجانب صحفي أو إعلام. إن شاء الله في مشروعات كثيرة إن شاء الله نتحدث فيها إن شاء الله. نعم بإذن الله. طيب بالنسبة لي يعني دي الفكرة بتاعتها، وأنت ذكرت مصطلح الآن سائد على المنصات. يعني اصبح يعني بضم اعداد مهوله يعني من الناس. صحيح. والمشاركات فيها ما مشاركات ممكن تكون داخل السودان بس، ممكن تكون مشاركات من خارج السودان. ففكره المنصه للناس اللي يمكن شويه ما عندهم يعني خلفيه عنها، واللي ممكن تساعدهم ايضا في انهم يشاركوا ويكونوا تبع هذه المنصه. جميل. طبعا الهدف الاساسي كبركز هو زي ما ذكرت انه تقديم اخبار عاجله وكيف التغطيات، بالاضافه لانه برامج الصحفيه الاعلاميه اللي هي المناسبات العامه. طيب لو نقول خاصه معناها انه طبعا مهتمين بالادوات التواصل الاجتماعي. نعم. كيف انه في لحظه كل مثلا الفيسبوك الواتساب اللي هي بنقول عليها ادوات التواصل عندها علاقه بالمركز، احنا عملناها بصوره كويسه في انه في لحظه يكون الخبر كله معمم. فالمنصه هي فيها سرعه الخبر والانتشار
السفر لانه انه يكون موثوق. طبعا في مشاكل صراحه في ادوات التواصل الاجتماعي من النظر الموثوق. اكيد صحيح. ودي اللي هي بتقودنا في انه منهجيه منقول ايوه منقول كثيره. ايوه احنا عالجناه في المركز بانه بنجيب مصادرنا الذاتيه من خلال اللي هو يكون عندنا مراسلين منتشرين. يعني احنا الان الحمد لله يعني على مستوى الولايات ال 18 ولايه، على مستوى المؤسسات عملنا علاقات حتى على مستوى الشركات القطاع الخاص. ودي حنذكرها بعدين الشركاء اللي هم الان ساعدوا معنا في انه كيف نغنم هذا العمل. ودي رساله انا افتكر بتضيف لكل المؤسسات الاعلاميه والصحفيه في انه كلنا نعمل مع بعض. يعني امس كانت تدشين الحمد لله، وكان عدد حضروا عدد من الصحفيين والاعلاميين الحمد لله، كانت بشريات. نحن واحده من الحاجات اللي بنعلن انه نقدم خدمات اخرى اللي هي التدريب وبناء القدرات. يعني امس برضه اعلنا على انه يكون في منحه ان شاء الله. جميل. والواحد يدخل الموقع ويسجل بياناته، بعد ذلك ان شاء الله حيتم اختيار المنحه. اللي هي منح انا افتكر مهمه جدا، اللي هي مثلا اداره المعرفه وكيف انه صناعه الحصه الرقميه. ممتاز. ما عاد الصحفي انه لو مواكبين مواكبه أيوة. جميله حق لابد انه يسمع الحدث. نحن مش معناه ننقل الخبر بس، ويكون سماع تكتمل الخبر خلال اللي هو انتاج المعرفه. انا افتكر حتى بتقلل مساله الاشاعات الكثيره. يعني ذات احنا في واحد ما كل الناس احنا بنقول جميل الاشاعات، لكن ممكن هو والله جاب خبر وممكن ايوه جزء فدي منحه مهمه جدا. صح. وده الهدف الاساسي اللي هو كيف نقدر نعالج المساله بتاعت اللي هي الاشاعات اللي أيوة. بتكون موجوده. لانه زول شايل اي زول شايل تليفونه ممكن يجيب خبر بيرسل بدون ما يشعر انه يعني المشاكل شنو ممكن صحيح. تحصل من الخبر. صحيح. فدي واحده من الحاجات اللي هي الاشاعات. يعني احنا كان في اشاعه بتذكر ذكرناها اللي هو مثلا بنك السودان تم كده. حصل اتصال مع مدير بنك السودان قال انا شغال في بنك السودان. فطوالي من عملنا معالجه سريعه في انه الان اخبار بالخبر الصحيح والمظبوط. طيب في نقطه كمان مهمه، نحن في بلد كبير يعني دائما يعني حتى الشروط هي قاره في بلد واحد يعني في 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 بلد مترامي اطراف زي ده تجتهد المؤسسات الاعلاميه الكبيره التلفزيونات والاذاعات والصحف في انها خلينا نقول توصل الولايات مع بعضها البعض. نعم. تتاكد من صحه نقل الاخبار المختلفه من ولايه لاخرى وكذا. يمكن على مستوى رقمي هذه لازم فيها اشكاليه يعني. فيا ريت تورونا على مستوى الولايات هذه خدمات خاصه فقط بالخرطوم ولا ممكن تستهدف ولايات ثانيه من السودان بحيث انها تسد هذه الفجوه. جميل سؤال افتكر جدا. نحن زي ما ذكرت اننا مراسلين في الولايات، عندنا مراكز في الولايات. طبعا التنسيق تم كيف اللي هو الان في نشاط على مستوى الولايات خاصه في ادوات التواصل الاجتماعي. يعني من المبادرات موجوده في الولايات سواء كان قطاع خاص او حكوميه. نعم. نحن قدرنا كيف بس نعمل التنسيق في انه ننقل الحدث من مصدره بطريقه مهنيه عاليه وفي نفس الوقت نستوثق منه. طيب اذا كان مثلا شغل في دفور او في حلايب او في المناطق البعيده. طبعا المؤسسات الاعلاميه محتاجه انه عندها دور شويه طويل، لكن لما ننزل كل شهر تليفون نحن كيف نقدر نحاول في اللحظه دي نستوثق منها. عملنا تنسيق ان شاء الله. نحن الان حملنا شركاء، يعني الولايات كلها شركاء، حتى المؤسسات الاعلاميه. يعني حتى نحن ممكن ندعو حتى للشروق الناس الموجودين انه ممكن كيف نحن مع بعض نعمل شغل واحد في انه كيف كل واحد بعد ذاك بمصادره والطريقه اللي بيصير الخبر هو النشاط حسب. طبعا زي ما بقول عندنا ابلكيشن وعندنا موقع الكتروني، عندنا اكثر من 9 منصات اللي هي من الفيس للواتساب. وفي الواتساب عندنا ما شاء الله جروبات كثيره جدا. يعني في اي منطقه عندنا فيها جروب. يعني الان حتى مناطق نائيه ما فيها ما بيصل البث ما بيصل، لكن في زول عنده أيوة. يعني خاش النت صح بيصلي والخبر بيكون عارف الحاصل شنو متابع. يلا دي الحتات اللي ما بتكون فيها مثلا الفضائيات واصلها او الاذاعات نحن نصلها عن طريق اللي هو الابلكيشن. ولو الواحد نزل الابلكيشن سهل جدا، يعني من جوجل بلاي نزل الابلكيشن بتلقى حتى الاخبار اللي فاتت لفتره أيوة. يعني حتى لو ده ترجع للخبر في لحظه في الساعه كم وكان فين وكده للارشفه برضه دي من الميزه. ممتاز. اتكلمت عن نقطه مهمه جدا لها علاقه بانه ليله اي خبر بيكون بالنسبه لكم زي ما بيقولوا ان كول، يعني بس انت بتقدر تعرف. اول حاجه دي بتخلينا نسال
المصادر دي ذاتها من مصادرنا، يعني تقول انه مصادرنا، فالمصادر من هم المصادر وكيفية التوصل واخذ يعني ثقة هذا المصدر، لابد انه يكون مصدر موثوق ويعني خلينا نقول من الدرجة الاولى يعني صح. في مكانته في اهميته في موقعه صح. المصدر هو احنا عندنا كما ذكرت 18 ولاية عندنا فيها مراسلين، يعني مصادرهم هم المراسلين نعم. ايوه خاصة بالمركز. نحن طبعا عملنا الشغل ده قبل 3 اشهر، كنا شغالين بس تجريبي واسسنا فيها كل هذه الخطوات. وامس كانت بين يعني امس لما حصل التدشين كل الولايات اللي هنا يعني احنا فيها المصادر كان ناقله مباشره من مصدرنا، حتى للشعار بتاعنا اللوجو بتاعنا. وبرضه بنعمل بتعاون وتنسيق مع بعض الجهات الثانيه، يعني مثلا عندنا بعض الاخوه ننسق معاها في الحاجات اصلا ما قدرنا نوصلنا، لكن حاطين خطه في انه في كل مكان يكون عندنا فيها شيء. خليني اقوم اسالك السؤال بطريقه مباشره طوالي. جميل. هل مصادركم مسؤولين؟ مسؤولين نعم. من المسؤولين؟ مسؤولين مباشره. نعم. يعني حتى التغطيات اللي بتكون على مستوى الوزارات السيادية عندنا فيها موجودين. ممتاز. نعم. دي نقطة ممتازة. طيب طالما أنتم كمان أيضا فتحتوا بلف التدريب. نعم. ده بيخلينا أيضا نتعامل مع مركز الحاكم كجهة ربحية. بينما جهة عندها يعني مسؤولية ووجه آخر له علاقة بمسؤولية اجتماعية تدريبية قيمية. جميل. لكل الممارسين للعمل الإعلامي. كمان صناعة الخبر ونقل الخبر يحتاج مهنية عالية، بعيدا عن التحيز إلى جهة أو أخرى، بعيدا عن نقل معلومة يعني تجاه الأخرى. فكيف تقدروا تديروا هذه المسألة؟ ونتكلم شوية أيضا في المفاهيم التي يجب أن تدار من خلال العملية الإعلامية. جميل. تسمح لي أنا أضيف لك حاجة إضافة طوالي حتساعد في الحكاية. أول مبارح كان عندنا برضو في صباح الشروق، أنا سعيد جدا أنه صرفنا دكتور محلاوي. نعم. وكنا بنتكلم عن المجلس القومي للصحافه والمطبوعات ونتكلم عن جائزه التميز. جميل. جيت في المكان في اخر فقره جيت سالته قبل ما اختم معاه بان الان اصبحت عمليه الصحافه عمليه مفتوحه. صح. اللي هي خلاص يعني بقى اي زول بيكتب. تكلم بانه في مشاكل كثيره جدا وقويه جدا، لانه في الاخر انت بتتكلم على فضاء مفتوح. احنا قمت سالته قلت له طيب ممكن احنا كيف نساعدهم؟ يعني في انه نمليهم، ما احنا ما هنقدر نجيبهم ولا نحصرهم، لكن احنا ممكن نقدم لهم خدمات. فبسؤال علي صحيح. انه نحن ممكن فعلا نساعد يعني الناس اللي عندهم ملكه انهم صح. يكونوا كتاب او ينقلوا اخبار لكن ما مهنيين بالضبط. نعم. فدي يا ريت برضه فعلا يعني ذكرتي موضوع مهم اللي هو كيف نقدر نوعي المجتمع او المواطن اللي الان انتشرت حاجه ما يسمى بصحافه المواطن. يعني ممكن هسه المواطن قاعد في اي مكان في احتفال يصور اعلامي عنده ويرسل هم يعني يشوف انه صوره ممكن تكون عندها رد سلبي. صحيح. فدي اللي هو ماشيين في اطار انه نحن الان عندنا منتدى اسمه منتدى الحاكم المعرفي والعلمي، وعندنا حاجه اسمها منبر الحاكم. دي اللي بنستضيف فيهم شنو خبراء بانه كيف يناقشون القضايا اللي يمكن نحن نساهم فيها، وبعد ذلك نوزعها من خلال شنو منصات للمواطنين في انه يكون في توعيه. يعني اديك مثال مثلا زي جرائم المعلومات. وزي الان في اللي هي بقت في نيابات المعلومات اللي بتكون غير موثوقه. ممكن تكون بعد ذاك يجي اثر سلبي. نحن يعني نشتغل في هذا المجال كيف نعطي كل واحد طلب. يعني الان في كثير جدا من الاستخدام اللي انا بفكر انه غير مرشح سالب. صحيح. سالب في انه احنا كيف نصل المدارس، نصل يعني الشباب في انه كيف نوعيهم من خلال هذه الدورات، من خلال هذه حتى ممكن نعملها في الشكل يعني مناسبة معهم. يعني بعض المرات في ناس ما بيجوا المركز او ما بيجوا التدريب، لكن ممكن من خلال التلفون يصلوا. ممتاز. اللي هي الرساله. ودي زي ما ذكرت بنتعاون فيها. مثلا احنا في جهات متخصص في هذا المجال ممكن الناس يستفيدوا منه، ونحن نتحلو المنبر. والان الحمد لله عملنا على تاسيس يكون مناظر بصوره كويسه. عملنا زي برضو كيف نستضيف فيه الناس في انه نحاول بقدر الامكان نستفيد من الجامعات. نستفيد من الدراسات والبحوث كلها ماشيه في اطار صناعه المعرفه. ونفتكر دي الجوانب اللي هي غير الاخبار. عندنا برامج استراتيجيه ثانيه. وامس كان في سؤال مهم جدا في المنبر في صونا اللي هو المجال في مجال الثقافه والسياحه. تخيل لو الناس عملت برامج سياحيه بحسن لنا المحتوى على الانترنت. صحيح. نحن بدل ما نقول ندافع ليه ما نحن نصهر المحتوى الجميل. أيوة. صحيح. خلي الخارجي صحيح. هو يشوف المحتوى الجميل بعد ذاك هو تلغى هو ده انه الاعلام هو في الاخر
خلينا نقول هو وسط يتوسط كل المعارف وكل المعلومات وكل الثقافة، وهو بيصدر يعني ثقافته وتراثه ومعلوماته وأخباره عبر المواقع بشكل عام. بنهنيك ونقول لك مبروك على يعني على هذه المنصة الآن اللي أنت يعني موجود بصدر، ونتمنى إن شاء الله بأنه توفق إن شاء الله إليه، لأنه المسألة مش بس على مستوى الكبار، حتى وصلت صغار الأعمار يعني، ويبقى دي من الأمور المتميزة. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا أستاذ طارق ثورة، المدير العام لمركز الحاكم للنشاط الصحفي والإعلامي، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نكون متابعين معك بإذن الله. إن شاء الله شكرا لكم، وإن شاء الله يكون في تعاون إن شاء الله معكم. مشكور يا دكتور. من خلال يعني هذا الجمال له علاقة ببث التراث والعادات والتقاليد، بالإضافة للعملية الإعلامية والصحفية والخبرية، الوتر الخامس من البرامج الجميلة جدا في قناة الشروق، وبالتأكيد حديث عنه عن شنو؟ عن العود. تتابع هذا البرنامج الجميل عبر ذاكرة الشروق. يا ظروفنا خنتينا ويا غربة هنتينا، ظروفنا خنتينا ويا غربة هنتينا، كفاك عيدينا اشتهينا ستينا، يا ربي ودينا نشاهد محبين، يا عيني تعاينا يا عيني تعاينا جننت النور، جننت النور عذبت النور، جننت النور يا عيني تعاينا جننت النور قلبي. حازم، زي ما بنتكلم دائما عن البدايات، وعرفت انك انت ولدت في السعوديه في الرياض. ولدت في السعوديه عارف. نعم، والان بتغني غنى سوداني، ودائما البدايات بتشكل الانسان، وخاصه شباب الزمن ده يعني بيحب الاغاني العربيه انت في السعوديه قعدت فتره طويله اظن. قعدت فتره طويله لغايه عمرك حدي 17 سنه كده. طيب كيف كانت البدايات يعني؟ البدايات كانت والله ولد عمي بكر عوض دكتور هو في السعوديه، فكان في البيت يعني يجيب لي شرايط كاسيت بسمع اغاني سودانيه، ليه بعدين محمد طيب عثمان حسين مرحوم يعني. دي كان عندها تاثير، دي كان عندها تاثير كبير جدا. نعم. اني احفظ السودان. استاذ عبد الله، يعني يمكن الشيء اللي بتقوله لحازم، هو عاش فتره خارج السودان، فتره تشكيل خارج السودان، بحب الحقيبه دي، ممكن تاثر فيه ويكون النمط بتاعه نمط الحقيبه بس، ولا يمكن يطلع من الحته دي يعني؟ لا بيطلع عدد غنى يعني. عدد غنى، انه كنت خايف من الحته دي، ما اقدر صح، انا خفت يعني من الحته دي، لكن لما اديته عملين خاصين استمعت له لقيته جيد. نعم. بس بدي نصيحه واحده اللي هي نصيحت له، طوالي حازم ما عليه هو اللي ينتهي من الجامعه بتاعته، طوالي جبتها يقرا مزيكا، يدرس صوت، يقرا مزيكا، يدرس صوت بريح وراحه شديده. شفت الواحد صفج غنائي كده وتمرن صوت تماما بتوجيهات اساسه في علم الصوت. حازم يقول يعني الغنى العربي برضه يعني اكيد عنده مساحه عندك. عنده مساحه ايه؟ الغنى العربي يعني بسمع كثير غنى عربي، بسمع حقيبه يعني تاثر، لا حقيبه اكثر. لكن من الحاجات من بتراسخ في ذهنك شنو من الاغنيات العربيه؟ من الاغنيات العربيه اللي كنت بسمعها وانا صغير يعني. نعم. يعني ممكن ادندن لك بها. تترقى فيا تبكي علي مش حنسى يوم ان انت جارح، البعد انا تحملته سبتني في طريق كملته، كان صعب كل مرة جاي دلوقتي تقولي خلاص، ما خلاص قلبي انجرح، خلاص قلبي انجرح، ما خلاص. دي اثرت فيك؟ اثرت مع الحقيبة. صباح النور عليك يا نور،
صباحك يوم يقاس بدور صباح النور عليك يا زهور. تحية وتقدير لكل مشاهدين متابعينا، بالتأكيد تحية لزميلنا معتصم محمد الحسن من أجمل البرامج اللي كان فيها شكل وصورة مختلفة وكان فيها اكتشاف لكثير من الفنانين والمواهب الجدد. صحيح. يعني التحية لكل من يحاول بالتأكيد أنه يفرد مساحة لأن يتعرف أكثر وغل أكثر في الثقافة السودانية في العادات السودانية وفي الفن الأصيل السوداني، ونتمنى التجويد لكل الناس ونتمنى أنه نستطيع بالفعل حمل هذه الرسالة الكبيرة بمسؤولية كبيرة، نتمنى ذلك بإذن الله. عموما علينا نحن بالتأكيد عندنا مجموعة من الفقرات، مجموعة من الضيوف إن شاء الله هنستقبلهم خلال هذا الصباح الجميل، فقط بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه، شاهدنا نتواصل معكم في الساعه الثانيه من صباح الشروق، وكان عندنا يعني كلام لطيف انا وعلي بنتكلم فيه، وعنده فكره جميله يعني بنتكلم نحتفي، لازلنا نحتفي بعيد الام يعني. صحيح. رغم وجود الاخبار وجود المقابلات واللقاءات اللي احنا بنعملها في صباح الشروق، لكن تظل هي طيفه يغطى علينا داخل الاستوديو، يعني حقيقه ما قدروا من كل الناس الموجودين حتى ضيوف متاثرين جدا بهذا اليوم، يعني ما عرف السحر شنو في والغرابه شنو، مع انه حاجه عاديه جدا لكن هي انفعالات واحاسيس جميله. صحيح. علي عنده كلام جميل. انا والله بس الفكره في انه كمان في امهات للمره الاولى. ايوه. يعني دي اول عيد ام ليهم، بتكون ده اول مولود ليها، نحن بنحيي كل الامهات للمره الاولى وسنه اولى ام. نتمنى ان شاء الله انه تكون رحله يعني محبه وحنيه تدوم، وان شاء الله ربنا يعني يسعدك في اطفالك، وكونك تكوني ام للمره الاولى ده بيتطلب منك مسؤوليه حمل كل ما يعني لقيتيه من تربيه امك وجدتك وحبوباتك، كيف تقدري من خلال كل يعني هذا العطاء وهذا الارث تقدميه لطفلك، وده شيء فطري ربنا بيقدمه ليكي. المحبه شيء يعني ربنا بيجعل قلوبهم، يعني عشان كده دائما ما افتكر في توجيهات كثيره للام انها كيف تحب وترعى اطفالها قدر ما ربنا حسن على بر الاباء، لانه شيء فطري وغريزي موجود في قلب الام. يا رب تبدا السنه الجايه اب يا علي. يا رب ان شاء الله. رب. ان شاء الله. اللهم امين. دعوة كل الشباب يعني على حتى الامهات يا اخواننا بالمناسبه. وحابه في النقطه اللي قالها علي دي ادي نصيحه كام، لانه الحاجه اللي عرقتنا نحن وتعبتنا نحن بالذات في الفتره الاولى يعني من فتره الحمل، يعني بانه دارين نربي تربيه نحافظ على تراثنا عاداتنا جميل السودان، بالاضافه لشكل جديد للتربيه. يا سلام. اللي هي اللي عرب انه الناس بتقعد تقرا كتب الامهات مفاهيم جديده ونظريات التربيه، وبعد ذلك بيبقى في مرات في كده صراع وصدام ما بين الاثنين. افتكر دي حاجه يعني برضه مهمه، خلينا متوازنين، نوازن ده ونوازن ده. انتوا اروع امه، فربنا ان شاء الله يديكم الصحه والعافيه، ونتمنى دائما المحنه هي تكون اساس كبير يعني لعلاقتنا الاجتماعيه الجميله والسودان كله على هذه الام الرائعه. صحيح. وكمان برضه ما يعني في مرورنا كل مره حنتذكر الامهات رحلوا. هو زاد المحبه ده ما بينتهي، حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه الابن الصالح قالوا لن يبر لن ينقطع ابدا، فتتواصل المحبه. وفي احاديث كثير وفي يعني في ناس كثيره يعني تتحدث عن انه الميت تبلغ التحايا، امشوا القبور زوروهم. صحيح.
واهبوا لهم القران الكريم واهبوا لهم على الاعمال الصالحات، بالتاكيد ان شاء الله تصل لهم حد من الناس يتلاقى في اعلى الجنان باذن الله. ربنا يرحم كل الامهات الرحلوا، بروهم بمحبه بيحبوهم يعني، الامهات اللي بيحبوا اخواتهم وجاراتهم. في كثير انا بعرف والله من الناس اللي بيمشوا والله لصديقه الام دي عشان تبرها، وبتحس انه برها يتواصل رغم انها ما موجوده. حديث كثير كثير جدا جدا لو قعدنا نتكلم حقيقه صحيح. يعني عن الامهات، لكل الامهات كل التحايا واماتنا، ربنا يديهم الصحه والعافيه رب العالمين. نحن بتاكيد هنتواصل عبر هذا الصباح الجميل اليوم صباح الشروق بمجموعه من الاخبار من الشروق دوت نت بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وتحية لكل من يتابعون برنامج صباح الشروق. الآن مرور على أهم العناوين الموجودة في صفحات موقع الشروق دوت نت. أول عنوان يتحدث عن الاتحاد الأفريقي يبحث عن موقف موحد بشأن الشراكة مع أوروبا. كشف مندوب السودان لدى الاتحاد الافريقي السفير جمال الشيخ بأدس ابابا عن تشكيل لجنه من الممثلين الدائمين او الممثلين الدائمين بالاتحاد الافريقي وبعض الخبراء لبلوره موقف افريقي موحد لما بعد انتهاء اتفاقيه كوتونو الخاصه بالتعاون والشراكه مع الاتحاد الاوروبي. وقال الشيخ ان هذه القضيه تواجه تحديات مفادها ان دول الشمال الافريقي لديها شراكه منفصله مع الاتحاد الافريقي، كما دول الكتل أو دول كتلة جنوب أفريقيا تحتفظ هي الأخرى بشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح لسونا من مقر فندق ماريوت بالعاصمة كيغالي والتي تشهد اليوم انطلاقة قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة الإفريقية بأن نعم. هنالك نعم نعم التجارة الحرة الإفريقية. يمكن في عدد من الأسئلة ممكن تكون مطروحة مرتبطة بهذا الخبر، يعني حول يعني خلينا نقول توجه عمر صحيح. البشير رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء إلى العاصمة رواندية كيغالي نعم. للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، ويمكن أبرز الأجندة الممكن صحيح. تكون موجودة في بحث شراكة مع الاتحاد الأوروبي صحيح نعم. عندنا الآن خبر آخر، مبعوث غوتريش ينسق مع الاتحاد الأوروبي لدفع الشعبية لخيار السلام. نعم، أعلن المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة للسودان عن تنسيق مشترك مع فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى لإقناع الحركة الشعبية قطاع الشمال للتواصل بأعجل ما يمكن لاتفاق وتوقيع إعلان وقف العدائيات والوصول إلى التسوية السياسية. وأشار مبعوث الأمين الخاص خلال لقائه وزير الخارجية إبراهيم غندور يوم الثلاثاء إلى الآثار الإيجابية التي ترتبت على تجديد إعلان رئيس الجمهورية وقف إطلاق النار. نعم، وقدم الوزير خلال اللقاء تنويرا حول الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والاستقرار الذي تحقق بفضل التجديد المتكرر لإعلان وقف إطلاق النار من جانب الحكومة ولاحقا إعلان وقف العدائيات من جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال. البرلمان يطالب بتعديل أو سن قانون جديد للإجراءات الجنائية. طالبت نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان بفتح تعديل أوسع في قانون الإجراءات الجنائية أو سن قانون جديد، وذلك لصعوبة استيعاب 72 مادة التي دفعت بها وزارة العدل، وعزت ذلك لعدم تعطيل العدالة وضبط العمل بين الأجهزة العدلية. وأكدت بدرية لدى مخاطبتها الثلاثاء ورشة بالبرلمان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل لسنة 2017. أكدت قدرة الشرطة على القيام بالتحري ودعت إلى الفريق بين أو التفريق عفوا بين الإجراءات المدنية والجنائية. نعم، الخبر القادم نتمنى إن شاء الله كل الصحة والعافية خاصة لمرضى السرطان. الأردن تطرح على السودان تجربتها في علاج السرطان. نعم، طرح رئيس مجلس إدارة البرنامج الأردني لسرطان الثدي دكتور عاصم منصور مدير مركز الحسين لأمراض السرطان على وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة تجربة بلاده في مكافحة وعلاج المرض باعتباره المركز الأول عربيا والرابع عالميا كمركز متخصص في أمراض السرطان. وأكد أبو قردة خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء في مقر الوزارة بالخرطوم دعم السودان للعلاقات المتميزة مع مملكة الأردن وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الصحية والطبية لخدمة الشعبي البلدين. نعم، هي مرور يعني خلينا نقول على أخبار، وبالتأكيد هنالك العديد من الأخبار والتحليلات المتواجدة خلال يعني كل ما تودون معرفته عبر الشروق دوت نت. بالتأكيد نعم، هننتقل معكم
مشاهدينا، ويعني لحن ايضا بنهديه لكل الامهات ولكل احبابنا. اليوم هو يوم يعني خصصنا جانب كبير جدا من تحيه الامهات في عيد الام. هذا العيد يمكن بنحتفل به في يوم، ولكن نحتفي به في كل يوم. بحلم بك يا امي، كلمات عادل ابراهيم محمد خير، والحان وتوزيع مرتضى محمد، اداء فرقه جولد ستار، تصوير الزميل كده متابع. تفضل. بحلم بك وخطاي بالتات ولسه بدمت منك كلماتي. ولي بتحج حكاوي مهيبة 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 عن ملكان والحلم الآخر. بحلم بك وخطاي بالذات ولسه لسه بكمتم بك كلماتي. ولي بتحج حكاوي مهيبة 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 عن الكون والحلم الآخر.
كنداك الهرم العاتي فيها الأمة الحكمة رسمت الكنداك الهرم العاتي ربح الكان الزبح وجامح عندي كمان في الليل الشاتي كنت الأم والخير والمعنى كنت بكل الخير يوماتي يل أنجبت رسول للدنيا جبت معاك في نورك رحمة كنت النور الله سلام كنت النور الله سلام من معنى السر في روح الدنيا وكنت الحب الحب السكن الكلمة كنت السر في روح الدنيا وكنت الحب الحب السكن الكلمة كنت يا أمي كنت كده قلب الأمة كده كنت أهلا بكم مرة تانية. تتواصل التحايا للأمة العظيمة دائما واللي هي خلينا نقول غير اللقطة الأخيرة هي الهدهدة بتاعت الأم دي, الأم اللي بتحافظ على صحة أبنائها والأم اللي بتحافظ على واللي بتتخلع جدا لطفلها اللي ممكن يكون بيساعد يعني على لهجة في البيت, لكن يعني هي الأم في الآخرة اللي هي بتساعد بأنها تكون طبيبة أيضا يعني في كثير جدا من الحالات. يعني فقرة القادمة هي فقرة طبية نتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا بتصيب كثير من الناس يعني وخاصة الأطفال. نتكلم عن الرعاف. الرعاف ممكن يكون مقلق جدا ومخيف جدا وصادم يعني في بعض الأمور, عنده كثير من الأمور اللي احنا لابد أنه نتعرف عليه بشكل دقيق. سعيدين انه تكون معنا ضيفه دائما هي زي يقولوا ست البيت معنا هذه الفقره دكتوره ريم عبد الله. انا مرحبا بك كثير وصباح اهلا وسهلا وصباح الخير عليكم. بحب امهات في كل العالم بقول لهم كل سنه وهم طيبين وربنا يحفظهم ويحفظ امي وامهات رب العالمين. ان شاء الله كل سنه وهي طيبه يا رب العالمين. اللهم الله يكرم لك. طيب يعني خلينا نقول كمان ده من المشاهد المخيفة جدا للأمهات مشهد الدم يعني يكون يعني في ابنها تكون في حالة عادية فجأة يعني يحصل نزيف عن طريق الرعاف. ده الشيء اللي احنا هنتكلم فيه اليوم. خلينا بداية نعرف هذه الحالة هي بتحدث كيف من ناحية طبية أو من ناحية عضوية كيف بيحصل هذا النزيف. طيب مبدئيا الأنف هو عضو متكون في النهاية من بطانة تحتوي على أشياء مخاطي غني بالأوعية الدموية والشعيرات الدموية الرقيقة. طيب ده مبدئيا هو الأنف من الداخل. وظيفته شنو؟ بتدفئ الهواء اللي بيدخل عبر الشهيق للرئتين. طيب في حالة الرعاف بتحصل شنو؟ بتتمزق الشعيرات دي فبيحصل بالتالي النزف اللي احنا بنشوفه. تمزق ده بيكون نتيجة لأسباب كثيرة. مبدئيا ده هو كده التعريف للرعاف أو النزف اللي بيحصل عبر الأنف. طيب النزف أسباب دي أيوة. النزف ده لما يحصل بيحصل لأسباب كثيرة ممكن نقسمها لاثنين عشان الناس تكون بالنسبة لها. أسباب موضعية وأسباب عامة تخص صحة الجسم. الأسباب الموضعية يعني بتكون في الأنف أو في الوجه زي شنو؟ ودي يعني ممكن نجمع فيها كبار السن أو الصغار لأنه الرعاف يصيب غالبا فئة الأطفال ما بين
السنتين لثلاث سنين حتى عمر العشر سنوات، وكبار السن ابتداء من عمر الخمسين حتى 80 سنة. ما بين الأعمار دي الفئة اللي في النص ممكن يجيها الرعاف، بس نادرا ما يحصل عندهم. الأسباب اللي ممكن تسبب الرعاف، حتى الآن 90% من حالات الرعاف مجهولة السبب، 10% فقط هي اللي إحنا توصلنا فيها الأسباب اللي أنا حأذكرها هسه. أيوه. اللي هي شنو؟ الأسباب الموضعية زي شنو؟ الكدمات اللي ممكن تحصل في الوش نتيجة بوابة أو حادث أو شخص وقع على وشه. أيوة. أو طفل وقع على وشه، ده ممكن برضو يؤدي لأنه تتمزق الشعيرات دي ينتج عنها النزف. الالتهابات المتكررة، سواء التهاب جيوب أنفية أو زكام أو أي مشاكل رشح، بتؤدي في النهاية لالتهاب الأغشية المبطنة للأنف واحتقانها. ده في النهاية حيؤدي برضو لضعف الأوعية دي، وبالتالي النزف اللي حيحصل نتيجة تمزقه. برضو ممكن يكون واحد من الأسباب حاجة بنسميها متلازمة غوصله. يعني شنو؟ يعني بيكون في ضعف أصلا في الشعيرات والأوعية الدموية دي، وده مرض وراثي. مرض وراثي ده نادر هو، لكن ده واحد من الأسباب الموضعية بالأنف. ده بيكون سريع طبعا، بيكون كثير. أيوة. ده بيكون بيعاني كثير من النزف، لأنه أصلا في خلل في الأوعية دي، وهي أساسا على طول بتتمزق. نعم. طيب الأسباب بالتأكيد يعني حنجيب فيها برضو، لكن في أنواع للرعاف أو للنزف ده؟ أكيد في أنواع. الرعاف عنده نوعين، يا إما رعاف أمامي أو نزف أنفي نوع أمامي أو رعاف خلفي. يعني شنو نوعهم؟ رعاف الأمامي ده بيكون فيه بنشوفه عادة، وهو اللي هو المشهور أكتر، اللي هو بينزل فيه الدم عبر فتحتين الأنف، إما الفتحتين أو إحدى الفتحتين. صحيح. الرعاف الخلفي بيكون نتيجة تمزق أوعية دموية كبيرة في عمق الأنف، يعني مش في الجزء الأمامي من الأنف، وبيكون الدم فيه ما في الخارج، في الداخلي. أيوة. في الداخل. أيوة. في التجويف الأنف العميق. أيوة. ودي منها بينزل الدم للحلق، بعد ذلك ممكن يدخل للرئتين أو للمعدة، وده هو أخطر طبعا من الأمامي، لكن نادر الحدوث. وبيكون نتيجة أمراض أو في عند كبار السن أكثر حاجة، مش عند الفئة من الصغيرة في العمر. دي طيب الألعاب أنت ذكرت خطورتها، لازم نقوم نتكلم عن الخطورة، ممكن تأثيراتها تكون شنو يعني؟ وهل ممكن الزول يتخيل بيقول هو راجل بدأ يبلع مثلا، أو بدأ يخش الحكاية في الصدر، لو جاء قدام الحكاية بتتقلب ولا لا؟ لأنه هو طبعا تجويف داخلي، فكده كده لازم ياخد. أيوة. مجراه. فكلمينا عن الخطورة بتاعها. الخطورة إنه هي لما تنزل الدم ده ينزل، ممكن يمشي للرئتين أو ممكن يمشي للجهاز الهضمي اللي هو للمعدة. أيوة. فلو مشى للرئتين طبعا حيسبب الاختناق، صعوبة التنفس، ومشاكل كثيرة في الجهاز التنفسي. إذا مشى للجهاز الهضمي للمعدة حيسبب طمام، غثيان، الشخص بيمشي بيرجع كمية من الدم، ده ذاته منظر يعني ممكن يخلع الناس حوالينه. فخطورته تكمن في النقاط دي أكتر حاجة، ومحتاج تدخل طبي سريع. يعني ما إسعاف في المنزل، يعني الرعاف الأمامي إسعاف في المنزل لفترة معينة، إذا ما توقف بعد كده إلجأ للطبيب. ده لا، محتاج تدخل طبي لمعرفة السبب وللمعالجة المبكرة لتجنب المضاعفات الخطيرة دي. ممتاز. يبقى دي من الحاجات المهمة جدا. نجي للمسألة اللي هو الرعاف الأمامي ده، اللي هو دائما في الغالب زي ما ذكرنا بأنه يا كبار السن أو الأطفال، ويمكن في الأطفال بتخلع برضو الحكاية. الأمامي ده بتبقى فيه نصف بيجي نازل بالأمامي، وبعدين نزف متواصل يعني. الأمهات عادة بنقوم نرجع الراس لورا، وبنجيب التلجة دي نخطها في الراس، ويعني بنتعب أول حاجة الطفل ده، وفي نفس الوقت يعني هي أنا طبعا أدرش كان قبل ما نبدأ، عرفت الكلام ده كله غلط، أول الأمهات كنت بعمل عملية زي دي يعني. فورينا الطريقة الصحيحة والمثلى اللي هي مفروض الناس تعمل. معظم الناس فعلا بيرجعوا راس الشخص للخلف على أساس إنه الدم يجيف، بس لا، بالعكس ده حيساعد انه الدم يوصل للخلف في حاله رعاف الخلف، والشخص يبلع الدم في النهايه. صحيح. وخصوصا في الاطفال دي حاجه خطره جدا. عشان كده الطريقه الصحيحه انه انت اول حاجه سواء الطفل او شخص كبير في السن ايا كان عمره، انت بتهرس، لانه في ناس بتخاف من منظر الدم. أيوه. حتى أيوه. تهدي الشخص، تقول لو كان طفل ممكن يكون واقف او تقعده، والكبير يقعد ويكون ظهره قائم، والرأس يميل الرأس للأمام، يعني كأنه بعاين الأرض ويتنفس من الأنف. أيوة. نعم. أنت تقوم تعمل شنو؟ تضغط بلطف أو مش بلطف، يعني بقوة متوسطة. على الأنف. أيوة. على الأنف في المنطقة الفاصلة ما بين الغضروف. هي وين؟ اللي هي هنا. أيوة. اللي هي أنت مع إحساس العظمي وين انتهى، أنت تضغط باتجاه الأعلى. في تجويف الآن هاي اللي هي الحتة دي. أيوة. هنا في عظم بعدين في الغضروف. أيوة. انت حتضغط في المنطقه في النص باتجاه العظم للاعلى لفوق بقوه متوسطه. الشخص يتنفس من الفم. شنو من الحركه دي؟ انه احنا بنساعد على تجمد الدم، لانه احنا بنضغط لفوق و
والضغط بذات نفسه حيساعد ان الاوعيه تبدا انت كيف تضيق ما نتيجه بس الضغط. برضو احنا محتاجين لكمادات بارده صح، ما بنخط الثلج مباشره على سطح البشره او على الراس او على الخدود، لا بنعمل كمادات بارده، واذا حتى في ثلج ممكن نهرسه ونلفه بقطع ونخطها بعد كده على الراس على الرقبه من الخلف او بجانب المنطقتين اللي احنا ضاغطين عليهم على الخدود. الراس وين يا دكتوره؟ هنا في لانه في ناس بيخطوا في المنطقه في الجبهة تحديدا. ايوه في الجبهه، الجبهة كامله قريب قريب للمنطقه دي لانه هنا ايوه التي منطقه التي احنا بنخط في المنطقه دي وهنا فوق مكان انت ضاغط وفي الرقبه من الخلف، دي هي المناطق احنا بنخط فيها الكمادات البارده لانه المويه البارده بتساعد على انقباض الاوعيه حتى بالاضافه للضغط اللي احنا بنضغط لمده 5 دقائق بنبدا بنفك تدريجيا نشوف هل الناس في وقف ولا لا. ما وقف حنستمر بالضغط 10 دقائق اضافي. الناس في وقف تمام، ما وقف حنضغط ثاني 5 دقائق بحيث ان احنا نكمل 20 دقيقه. كلمه ال 20 دقيقه ولسه الناس في مستمر في حاله زي دي لا احنا حنرجع للتدخل الطبي بعد كده انه الطفل احسن او الشخص الكبير ده نوديه المستشفى. يعني طبيعي لغايه 20 دقيقه صحيح، لحد 20 دقيقه الماكسيموم بالضغط، ولما انت فك تدريجيا ايوه ما طوالي ما طوالي. طيب يا دكتوره كمان يعني موضوع مهم، كميه الدم اللي اخرجه المريض هل يسبب اشكاليات ثانيه؟ هل ممكن تكون في مضاعفات لهذه العمليه الطبيعيه اللي ممكن تكون موجوده لعرض او لكدمه او لضربه او كده؟ اذا كان الحاجه سبب كدمه او ضربه او كسر او اي اسباب موضعيه من الاسباب اللي انا ذكرتها او عوامل خارجيه زي السخان او عوامل خارجيه زي تيارات الهواء البارد بالذات الاطفال بيصير عندهم عفويا بدون سبب صحيح نعم يعني في عله او مرض أيوة. نتيجه التيارات الهوائيه الجافه صحيح. الطقس الحار صحيح. الجفاف عموما ده كله ممكن يسبب لنا عند الاطفال النزف بدون سبب مبرر وممكن يكون بكميات كبيره صحيح. الى حين تقلط الاوعيه وقف النزيف ما هو موضوع خطير جدا نقلق. ايوه نجمتين لما يكون مرات الاسباب بتكون متعلقه بامراض عند الشخص او انه النزيف ما توقف مهما احنا عملنا او ضغطنا ووديناه المستشفى لسه هو مستمر حتى بيضطروا لحاله اسمها تعبئه الانف يعني بيخطوا قطع من الشاشه المعقمه المحتويه على ماده قابضه داخل الانف ممكن تقعد لمده 24 ساعه 48 ساعه ايوه لحد ما النزف ده يجيف مرات لو برضه ما وقف ممكن يحتاجوا لتدخل جراحي عبر الكي للاوعيه الدمويه داخل الانف مسألة كبيرة دي ايوه هي مسألة كبيرة يعني لو هو ما قدر انه يتحكم في الحاجة دي والحاجة دي ممكن يكون اسبابها علل مرضية او سبب مرضي زي شنو؟ زي مشاكل امراض تخثر الدم زي اللوكيميا مثلا زي الهيموفيليا اللي هم بيكون عندهم مشكلة بيكون في سيولة عالية في الدم برضه في حاجة اسمها الهيموفيليا الكاذبة برضه نوع ثاني يكون عندهم نقص مثلا في الفيتامينات اللي بتساعد على تجلط الدم زي فيتامين سي فيتامين كي بيكون عندهم يعني امراض مثلا زي المرض الوراثي اللي انا ذكرته الجيوب الانفيه عندها تاثير طبعا الالتهابات اللي انا ذكرتها من زكام رشح التهاب جيوب انفيه اي حاجه بتهيج الغشاء المبطن للانف برضه من الحاجات اللي انا عايزه اذكرها الناس اللي بتتعاطى مثلا بعض الادويه ايوه زي الاسبرين زي الوارفرين طبعا لانه طبعا بي ايوه ممكن تزيد فجاه السيوله الدم ايوه امراض ارتفاع ضغط الدم برضه اذا الشخص ما محافظ او ما ضغط وارتفع ضغط الدم في النهايه دي اوعيه او شعيرات رقيقه ما حتتحمل الضغط العالي ايوه فحتتمزق وحيحصل الرعاف يعني حتى ده بيكون بيميزهم اكثر حاجه انه بيقول لك انا حاسه بصداع مرافق للرعاف مريض ضغط الدم ولا طبيعي؟ دم نتيجه ارتفاع ضغط الدم حصل صداع ومنها تمزق الشعيرات ونزل معناه ده محتاج يتابع ضغط الدم أيوة. ويحافظ عليه من أيوة. خلال الانظمه ومن خلال في نقطه عايزه عليها انه في ناس مرات بيستخدموا قطرات فيها بتحتوي على مواد قابضه زي الادرينالين ديل بالذات الناس اللي بيكونوا بيستخدموا القطرات لازم ما يستخدموها بدون استشاره الطبيب ليه؟ لانه ممكن الشخص يكون يعاني من ارتفاع ضغط الدم ايوه في حاله انت اديته قطره بتحتوي على الحاجه دي هترفع من ضغط الدم ترفع زياده وتؤدي لمضاعفات اخطر من مساله الرعاف البسيطه ايوه فما تستخدم اي قطره كده يعني والسلام أيوة. الحاجه الثانيه الناس بتستخدم قطرات برضو او بخاخات لازاله الاحتقان في اثناء نزلات البرد الناس بتفتكر انه انا كل ما استخدم قطره افتح او مجرى التنفس او كده القطرات دي استخدامها بدون يعني في ناس بيقوم استخدموها كل 8 ساعات الواحد كل ما حس انه ما بيقدر يتنفس يمشي ياخذ كل ساعه الحاجه دي
بالعكس أثرها أو السلبي إنها بتؤدي لجفاف الأخشن البطني الآن في النهاية وبرضو ياهو في النهاية للرعاية. دي مضاعفات ثانية. أيوة. والله يعني إحنا عندنا مشكلة كبيرة صراحة في إنه قطرة فلان اللي قاعدة في الثلاجة شيلها على كلا يستعمل حتى بخافات الفنتولين زول بس السلبة يقوحها ولا كده شيل بخ يعني بنتعامل معك كأنها شاي قهوة يعني ممكن أضايف بالمناسبة يعني أو واحدة نفعت مع شخص الشخص الثاني يمشي طبعا دي أكبر خطأ نستعمل يا جماعة خلونا دايما نتعامل بعلمية ونتعامل بمنهجية في إدارة حياتنا الصحية صحيح. ما نضيف زي ما قال بإنه شلة صينية ونقول والله يا أخي شيل ده وأعمل الحكاية ممكن تعمل مصيبة أو كارثة لكل إنسان. إحنا في الآخر هي دي مؤشرات مهمة جدا والله يعني إحنا سعيدين إنه أضافت لنا دكتورة ريم عبد الله مور عبد الجليل. شكرا جزيلا على المعلومات الجميله ودائما بتحفينا بالمعلومات البسيطه اللي بتملكيها هندسه. شكرا جزيلا. شكرا ان شاء الله وبتمنى الناس تكون استفادت. شكرا لك. العافيه. الله يخليك. بكم من جديد مشاهدينا ويعني مشاهد رياضيه جميله جدا بدينا بها معاكم ويعني تحتاج الرياضه وكره القدم بالتحديد لهارموني ولا خلينا نقول أيوة. تناغم صحيح زي اللي احنا بنحتاج له داخل الاستوديو كمان يعني اكيد صحيح. اكيد يعني نعم. ومن داخل الاستوديو امسك من اخذ الكلمه طبعا ارحب بزميلنا بابيك عثمان يعني الكاتب الصحفي وتاكيد المحلل الرياضي. اهلا ومرحبا بك كثير. مرحبا بكم وصباح الخير على كل مشاهدي قناه الشروق. اهلا ومرحبا بك كثير. مرحبا بك. طبعا عندنا مجموعه اليوم من المواضيع المختلفه يعني خلينا نبداها باليوم سحب القرعه الافريقيه والتصنيف جنب الهلال وهلال الابيض المواجهات المباشره موضوع كبير افتكر السحب من هذا. طبعا اليوم كل متابعي كره القدم السودانيه او بالاحرى مشجعي فريق الهلال وهلال الابيض بيترقبوا المنافس لفريق فيهم في دور ال 16 مكرر من كاس الاتحاد الافريقي. معروف انه الهلال هبط من دوري ابطال افريقيا لكاس الاتحاد الافريقي وهلال الابيض تاهل من المرحله الماضيه للمرحله الحاليه. يمكن التصنيف اتصنفت الانديه لاربع تصنيفات A B C D. الهلال في التصنيف الاول A وهلال الابيض في التصنيف الثاني B ومعاهم مع كل فريق فيهم في ثلاث انديه ثانيه. التصنيف حسب المجرى بتاع التصنيف نفسه او المواجهات الفريق من A بيواجه الفريق في D والفريق من B بيواجه الفريق في C. اذا الهلال وهلال البيض لن يتواجهوا. التصنيف C و D فيه في كل تصنيف فيه 12 فريق. التصنيف A و B كل فريق في التصنيف فيه 4 أندية. سيتم سحب القرعة 4 أندية من A و 4 أندية من B وبعدها مباشرة سيتم يعني إجراء قرعة بين C و D لأنه في متبقي أندية في كل 8 أندية في C و 8 أندية في D سيتم سحب القرعة فيما بينهم. يمكن الكونفدرالية في التصنيفين السي والدي في أندية مميزة جدا. أعتقد أنه الهلال وهلال الأبيض يواجهوا منافس ساهل في القرعة التي ستجرى اليوم مهمتهم في الوصول مرحلة المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي لن تكون سهلة. نعم ننتقل من موضوع القرعة الأفريقية لملف الهلال والقطاع الرياضي يحاول مكسيم للتحقيق بدايه ومجلس الهلال يرفض عوده عماد الطيب. طيب يمكن تحويل مكسيم او خلافاته مع الهلال ليست بشيء جديد. في كل عام نسمع او في كل سنوات مكسيم مع الهلال نسمع دخول مكسيم في ازمه مع اداره نادي الهلال اما تحويله للتحقيقات اما سفره لبلده اما توقفه عن التدريبات. يمكن مكسيم يعد من نقاط القوة الرئيسية في فريق الهلال له باع كبير جدا في مشوار الهلال في البطولة الأفريقية من العام الماضي يعني قدم مستويات مبهرة جدا يعد الحارس الأساسي في الفريق. لكن أنا أعتقد أنه الخيار جمعة هو برضو من الحراس المميزين وفي العام 2015 قدم أيضا مستويات مميزة مع الهلال. في عام 2014 قدم مستويات مميزة جدا مع الهلال في دوري افريقيا يعني اللي هي اعلى مستوى بتاع مباريات ممكن يلعب فيه لاعب على الصعيد القاري. تحويل مكسيم اكيد بلا شك يعني مؤكد تماما انه هو لاسباب ماليه. يمكن في شائعات كثيره تحدثت الفتره الماضيه عن انه في عدد كبير من لاعبين الهلال ما
مستحقاتهم المالية، حتى اللاعبين يعني في لاعبين طلعوا ونفوا ان هم تغيبوا تغيبهم له علاقة بمستحقات مالية، لكن قضية مقسيم اعتقد انها فنيا لن تؤثر على الهلال، لانه في وجود الحارس جمعة جنارو الهلال لن يعاني في مشكلة حراسة المرمى، ويمكن مقسيم اللاعبين اللي بيتحملوا مسؤولية خروج الفريق من البطولة الافريقية، لانه تقبل هدفين بطريقة ساذجة جدا في مباراة الفريق التوغولي في الذهاب. نعم. بالنسبة لعماد الطيب، يمكن حصلت مبادرة لإعادة الأمين العام عماد الطيب لنادي الهلال، ورئيس نادي الهلال أكد للمبادرين أنه هو حيشاور مع مجلس الإدارة، وتشاور مع مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة رفض عودة عماد الطيب. في النهاية ده قرار مجلس إدارة بالكامل، وليس علاقة مثلا برئيس نادي الهلال أو فرد، يعني في النهاية هو قرار مجلس إدارة. طبعا ده حدث مهم جدا عن هذا الفريق القطب الكبير الهلال، ننتقل للقطب الاخر المريخ. المحكمه الاداريه تحسم قضيه المريخ بالاثنين، والمجلس المنتخب يتراس البعثه لعبره. يمكن قضيه المحكمه الاداريه طالت جدا، يعني نحن كل اسبوع بنسمع انه تاجيل لليوم الثاني، تاجيل لليوم الثالث، الاخر تاجيل الان الى 26 مارس اللي هو بيوافق الاثنين المقبل. لكن الآن الحديث أيضا دخل في الخط جهة تانية، الآن الفيفا أصبح في خط قضية نادي المريخ، خاطب الاتحاد السوداني طالب بتحقيق واضح، تقرير كامل عن وضعية المريخ وما يحدث فيه، والإجراءات اللي قامها الاتحاد السوداني لحل هذه الأزمة بعد مخاطبة من المجلس المنتخب المحلول من قبل الوزير. الإشكال إنه الفيفا الآن مطالب الاتحاد السوداني بتقرير في تاريخ 25 مارس، أي قبل يوم من المحكمة الإدارية. وبلا شك الاتحاد السوداني تقريره الذي سيقدم فيه التفاصيل، إنه هو قدم مقترحات لحل الأزمة ورفضت من الجانبين، من ضمنها حتى هو الاتحاد السوداني يعني مطالب بانه يقدم كل الحيثيات من قرار وزير حيثياته للتقاضي الان الحاصل بين كل الجهات في المحكمه الاداريه، كل التفاصيل دي. اذا انت يعني قرار المحكمه الاداريه يدخل ضمن التفاصيل التي سترسل للفيفا في 25 من الشهر الجاري. محمد الشيخ مدني تحدث من مره انه هو منتظر قرار المحكمه الاداريه، وفي حال المحكمه الاداريه ابطلت لجنته هو بينسحب من المشهد الاداري في المريخ ليحل الازمه. الان المحكمه الاداريه اصبحت ما بعد مخاطبه الفيفا، يبقى الخطوه الان اللي حتحصل شنو؟ هل حينتظروا؟ هل الاتحاد السوداني حيخاطب الفيفا وينتظر رد اخر منها؟ ما معروف اللي حيحصل شنو. نعم. يبقى هنا ده الموضوع له علاقه بالنسبه لرئاسه البعثه الى عطبر، لا اعتقد ان هذا الامر سيحدث. لا بالنسبه للمجلس، بالنسبه للجنه التسيير لن اكيد بلا شك لجنه التسيير لن تراس البعثه، بلا شك المجلس المنتخب سيراس البعثه، لانه الان يمارس مهامه، اتحاد الكوره معترف بالمجلس المنتخب فقط ويتعامل معه كل المراسلات مع المجلس المنتخب، بالتالي اذا شيء طبيعي انه المجلس المنتخب يتراس بعثه المريخ لعبر. نعم. طيب ايضا ملف مرتبط بالخرطوم الوطني، ويقبل بمدرب النيجيري ويفاوض بهما او يقيل عفوا. نعم. طبعا إغالة إيمانويل مونيكي يمكن كانت حاجة مفاجئة بالنسبة للناس، هو يعني اسم كبير في الكرة الأفريقية، يمكن نادي الخرطوم الوطني من أوائل الأندية في السودان اللي لجأت للمدرب الأفريقي، يمكن كواسي أبي حقق نجاح كبير جدا مع الخرطوم الوطني، ده القادة الخرطوم للخوض تجربة مونيكي بعد رحيل كواسي أبي للمنتخب القاني. يمكن امونيكي خلال 8 مباريات حقق انتصار في 3 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراتين، يعني بصوره عامه بالنسبه لمدرب وجد فريق، يمكن انا افتكر فيه اصابات لاعبين مؤثرين، عندك محمد حسن لوكا، حمزه داوود، لاعبين مؤثرين في فريق الخرطوم الوطني، اضافه الى انه في لاعبين من جيل كواسي أبيار رحلوا عن الفريق، من صالح آدم وأحمد حامد التش، يعني لاعبين مؤثرين برضو في الفريق رحلوا إلى أندية أخرى، في الحارس انتقل، حارس الفريق الأساسي برضو انتقل نادي الأهلي الخرطوم في بداية الموسم. أنا أفتكر إنه إيمانويل أمونيكي كان في مرحلة بتاعة تكوين فريقه، وفعلا دخل عناصر
شابة جديدة في الفريق، لكن يمكن الخسارة من الأهلي مروي 3-1 في الخرطوم كانت يمكن إدارة الخرطوم الوطني ما تقبلتها. وأنا برأيي إنه يعني الخرطوم الوطني تعجل كثيرا في إقالة المدرب إيمانويل أمونيكي، وكان يعني مفروض منحه المزيد من الفرص. لا ربما تكون هناك أمور مخفية، معروف إنه يعني ارتفاع قيمة الدولار في السودان بصورة كبيرة، ربما يكون له دور في إنه مثلا الخرطوم الوطني ينهي تعاقد أمونيكي ويتجه إلى أبراهوم. بالنسبة لي أبراهوم ذاته لو اختار الخرطوم الوطني على حساب هلال البيض يكون أبراهوم يعني نزل أسهمه كمدرب. أنت الآن مدرب يعني غدت فريق بانتصار عريض، يمكن أول مرة يتحقق في تاريخ الفريق ده. السنة الفاتت برضو كان عندك نجاح في كأس الاتحاد الأفريقي، الآن أنت بتشارك في البطولة الأفريقية، بتعرض اسمك، بتعرض سيرتك الذاتية على النطاق الأفريقي. أنا ما عارف كيف مدرب على النطاق الأفريقي يقبل أنه يشرف على فريق في النطاق المحلي، إضافة إلى أنه لو حسبنا الأندية على مستوى جماهيرية أو حضور جماهيري في المباريات بنلقى هلال الأبيض بعد هلال المريخ مباشرة حضور جماهيري، يمكن حتى في المباريات المحلية هلال الأبيض حضوره في حضور الجماهير في الأبيض بفوق مباريات الهلال والمريخ. أنت الآن في نادي جماهيري، نادي يعني بتحس أنه المسؤولين حوله أو الناس المشرفين عليه رغبتهم الحقيقية في تحقيق بطولة، العكس في الخرطوم الوطني ما لا يوجد حضور جماهيري. النادي الخرطوم الوطني ما بيديك احساس انه هو فريق عنده رقبه انه يحقق بطوله. يمكن لخمسه سنوات ماضيه حتى في وجود قوى سيابيه الخرطوم الوطني بيفشل في ملفات التعاقد مع اللاعبين الاجانب، بيبيع افضل اللاعبين عنده للقمه. ابراهوم لا اعتقد انه خيار مناسب بالنسبه له انه يتجه لنادي الخرطوم الوطني. نعم طبعا احنا الحديث جميل في التحليل، ما تبقى لنا الكثير، لكن لابد ان نمر على الدور الممتاز يعني بالامس. هي الدور الممتاز بالامس المريخ الفاشل فاز على الاهلي الخرطوم، وهلال كادوغلي فاز على العرب. نعم احنا لاحظنا ده الدور الممتاز بدايته في انديه حققت نتائج مميزه جدا، من ضمنها هي مريخ الفاشل والاهلي مروي و حي العرب والسودان. في أندية حافظت على نسق المرتفع بصورة دائمة وماشي للأفضل، اللي هي منها مريخ الفاشر وأهلي مروي، والدليل إنه هم مصدرين المجموعتين. المريخ الفاشر مصدر المجموعة الثانية، وأهلي مروي مصدر المجموعة الأولى. حي العرب يمكن بدأ بداية كويسة، حقق انتصار، تعادل، انتصر، بعد ذاك ثلاثة خسائر. يمكن الجولة اللي فاتت حقق فوز على الأهلي الخرطوم، حسجة خسر، نتائج متأرجحة، هبط مستواه يعني ما زي أول. بالنسبة إلى كادوغلي برضه هو مستواه متأرجح، لكن كنظرة عامة يعني نحن ممكن مثلا فريق زي مريخ الفاشل يعني لابد الناس إنه تقف عند نقطة مهمة جدا، اللاعب جيمي أولاغو هو لاعب عشر يعني حوالي 8 سنوات في الدوري الممتاز، الآن سخر خبراته للفريق، الآن سجل 9 أهداف قادت الفريق للمرحلة الحالية. نعم تأكيد هذه قراءة عامة للرياضة يعني في يوم بالأمس. كثير الشكر زميل الصحفي بكر عثمان، أتمنى إن شاء الله يومك يكون سعيد يعني إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يكرمك، وتحية لكل متابع حلقة اليوم من صباح الشروق. كانت حلقة يعني خصص جانب كبير منها لتحية أمهاتنا والمعايدة باليوم الخصص لهم يوم عيد الأم. تحيانا لكل المتابعين والمتابعات، وشكرا لك إيمان. يديك العافية، مشكور يعني بالتأكيد، وتحية أيضا نوصلها للمرة الثانية والثالثة والرابعة لكل الأمهات. قبلات على رأس الأم تكفي أكثر يعني، وتوصل المعلومة أكثر، توصل المحبة أكثر من آلاف الهدايا. يبقى نتمنى إن شاء الله دام الصحة والعافية لكل الأمهات، والرحمة والمغفرة لكل من توفي من أمهاتنا. كل التحية والتقدير والاحترام لمشاهدينا، أتمنى إن شاء الله إنه كان يوم جميل، نستمر هذا الجمال بهذا اليوم الحنين جدا اللي هو نحتفي به بهذا اليوم عيد الأم. نشوفكم إن شاء الله بكرة على ألف خير مع فريق جديد ومتجدد إلى اللقاء. مع السلامة.